ومن مقر الكوميسا في العاصمة الزامبية لوساكا، قطعنا مسافة حوالي 45 كيلومتراً للوصول إلى منطقة موامبيشي، حيث توجد المزرعة المصرية المشتركة مع دولة زامبيا. والمزرعة نتاج ناجح للتعاون الثنائي بين وزارة الزراعة المصرية ووزارة الداخلية الزامبية المتمثلة في مصلحة الإصلاح التي كانت تسمى مصلحة السجون. أنشئت مزرعة موامبيشي في عام 2006 وتبلغ مساحتها 552 فداناً. أكتر محصول مزروع بالمزرعة هو إيه؟ في الموسم الصيفي بنزرع تقريباً حوالي 140 هكتار فول صويا وحوالي 60 أو 70 هكتار أزرة شامية. في الموسم الشتوي اللي احنا فيه حالياً عندنا تقريباً حوالي 80 هكتار قمح اللي هم يعملوا حوالي 200 فدان قمح. فيعتبر عندي ترتيب فول الصويا أكبر مساحة، بيجي بعدها القمح، بعدها بيجي الذرة الشامية. حضرتك حدثني عن الأرباح. من أي ناحية حضرتك؟ من ناحية توزيع الأرباح. في نهاية الموسم بنشوف احنا عملنا أرباح قد إيه؟ 50% الطرف المصري، 50% الطرف الزامبي. وتم التوسع بإضافة مزرعة جديدة بمساحة 2300 فدان في عام 2018 بعد أن حققت مزرعة موامبيشي نجاحاً ملموساً. وتقوم مزرعة موامبيشي بتدريب الضباط والسجناء وطلبة الجامعات الزامبية، وتنتج المزرعة محاصيل حقلية وبستانية وشتلات من أصناف مختلفة بجودة عالية، وهي للاستهلاك المحلي داخل زامبيا فقط. وتبيع المزرعة منتجاتها إلى شركات كبرى ومزارعين وبائعين صغار. وتتطلع المزرعة إلى الاستفادة من الحوافز الجمركية التي تتيحها الكوميسا عندما تبدأ المزرعة في تصدير منتجاتها من محاصيل وتقاوي. حضرتك يعني القمح ده مش ممكن يتصدر لمصر؟ طبعا، حتى الصنف ده جودته عالية جدا، والصنف ده يتصدر لمصر. ما العوائق حضرتك؟ هو حضرتك العوائق إن زامبيا دولة مقفولة، دولة حبيسة. ليس لزامبيا منافذ على البحار والمحيطات، ولذلك هي من الدول الحبيسة المستفيدة من طريق القاهرة كيب تاون، ويؤدي هذا إلى خفض مدة النقل وتكلفته ودعم التصدير وسد احتياجات مصر من القمح، وهذا إلى جانب الاستفادة من الإعفاءات الجمركية على السلع التي توفرها الكوميسا للدول الأعضاء مثل زامبيا ومصر. وأينما تذهب في زامبيا تجد طريق القاهرة كيب تاون عالقاً في الأذهان لما يمثله من أمل في ارتفاع النمو الاقتصادي وتحقيق الرخاء على مستوى قارة إفريقيا. Concept of from Cape to Cairo, I think you know this generation has to leave that dream, and we need to leverage on it and finish, you know, and leave the dream really, so that you know we can benefit, you know, in terms of you know our economic goals as the countries are going through. Thank you. تم الانتهاء من إنشاء جسر شلالات فيكتوريا في عام 1905، ويقف الجسر إلى الآن تجسيداً لحلم قديم طال انتظاره، وهو ربط القاهرة بكيب تاون عبر السكة الحديد، مثلما يتم الربط بينهما عبر الطريق البري الذي يمر بالجسر، وهي خطوات تساهم في تحقيق رؤية أجندة 2063 التي تركز على تطلعات الشعوب الإفريقية لبناء إفريقيا التي يريدونها وينشدونها. وأول هذه التطلعات قارة إفريقية تنعم بالازدهار القائم على النمو الشامل والتنمية المستدامة.